في الاستماع نرحب بزينب التركي الناطق الرسمي باسم حزب أفق تونس. مرحبا بك زينب ومبروك البوست اللي مش سهل حتى تعرف ذو اللي ناطق رسمي. إن شاء الله نكونوا في المستوى. مرحبا بمستمعي راديو مات، سعيدة بتواجدي في الوطن القبلي. وين أفق تونس اليوم؟ أفق تونس موجود وين؟ أفق تونس مش كأنه خفت شوية بريقه بمجرد خروجه من الحكومة؟ لا. نذكر مسيرة أفق تونس بدأت عام 2011. فما ناس قالوا في تونس حاجتها باش الحواجز الموجودة في البلايس الكل نقصوا منها. تونس حاجتها بجيل جديد متاع سياسيين يمنوا بالمبادرة، يمنوا بالتحرر، يمنوا بحاجات مش موجودة وقتها قبل الثورة. دونك تكون حزب أفق تونس في وسط في خضم ساحة سياسية فيها وقتها مئات الحساب تكونت. حزب أفق تونس في 2011 كي تكون عمره بضعة أشهر تمكن من الحصول على أربع مقاعد في المجلس التأسيسي وقدم ضعف العدد المقاعد في 2014. اليوم في الانتخابات البلدية فوق أكثر من 200 مستشار حزب أفق تونس خلنا في الشمال الغربي في بلايس ما كناش موجودين فيهم كما سليانة كما جينا لولانين. فما قائمة جات لولا في سليانة موجودين اليوم في الشراحيل في قصور السيف في بوحجر في برشا بلايس. معناتها هذه مسيرة متاع حزب. اليوم عمل زوز مؤتمرات انتخابية دخلت في محطات وطنية موجود ميدانية مؤسسة من القرارات ومؤسستية. الخروج خسر كتلته خروج من الحكم عمره ما يكون سهل خاطر ماهوش قرار طبيعي. قبل ما نحكيو على الخروج من الحكم خسر كتلته في خروج من الحكم مربوطة ببعضها يا أخي. الخروج من الحكم كان قرار احنا قيمنا راه عندنا مدة في الحزب بعد شوية على الإعلام شفنا حاولنا رتبنا البيت الداخلي وقيمنا القرارات والخناقة السياسية حتى اليوم. على شنو ندمتوا؟ لقينا الغلطة غلطنا كي دخلنا في الحكم. غلطنا كي دخلنا في الحكم. علاش؟ على خاطر دخلنا قلنا يلزم كتلة أغلبية واسعة باش نصلحوا الاقتصاد البلاد خاطر الثورة صارت على مطالب اجتماعية واقتصادية. صارت مرحلة التأسيس ما بين 2011 و 2013 صار بديت حطينا تعمل الدستور متاع جمهورية ثانية وبديت تنطلق المسار متاع المؤسسات الدولة وتركيز الهيئات الدستورية. كنا المرحلة التأسيسية قاعدة ماشي. اليوم باش نتعداو المرحلة الثانية في 2014 وأوائل 2015 هي مرحلة الإصلاح الاقتصادي. وقلنا حزب أفق تونس كحزب برامجي عنده كفاءات اقتصادية ينجم يكون فاعل من الداخل فاعل في الحكومة في المنطلق هذايا. لقينا حاجتين ماهيش ما حسبنا لهمش حسابهم وقتها في 2015. اليوم الحاجة الأولى البيلون تاع حكومة ماهوش بيلون تاع بالوزير هو حصيلة شاملة. معناتها تنجم تكون عندك وزراء تخدم وزراء ما تخدمش ويكون والتوجه التوجه العام تاع الحكومة اللي هو كان جسده خاصة قانون المالية متاع السيد الفارطة اللي هو ضغط جبائي مهول على المؤسسات وعلى الأشخاص. واحدة ذي مش توجهنا ومش رؤيتنا. دونك لقينا نجم يكون الوزراء تعمل الوثيقة التوجيهية تعمل بلان تعمل قانون العنف ضد المرأة تعمل إنجازات معناتها بالوزارة. أما المسار الشامل والحصيلة الشاملة متاع الحكومة لهي متماشية مع رؤية أفق تونس اللي تخلى على خطرها ولهي متماشية مع تقديرنا لازم تونس ولازم المواطن التونسي. خاطر اليوم هذا نراوه بالارقام معناتها غلاء المعيشه تدهور الدينار التونسي معاش قادر هذا وقت شفقت به هذه الحاجه الاولى انا الحاجه هذه بدينا من عام معناتها 2015 لا 2015 دخلنا السؤال تطرح ومن بعد نرجع لك الحاجه الثانيه. سؤال تطرح بالمليح وقت عمل وقت اللي صار في اوت 2016 وقت اللي طرحت حكومه الوحده الوطنيه وقتها برشا فينا مانيش مقتنعين اللي يلزمنا نكملوا اما يلزمنا نكملوا في المسار هذايا. ومن بعد قلنا خلينا نعطيه حظه
حكومة واسعة واسعة مشاركة واسعة فيها حكومة وحدة وطنية فما مدعومة من الاتحاد من رئيس الحكومة كان معانا قبل ونعرفوه رينا فيه استبشرنا فيه الخير قلنا خلنا دعموها طلعتوا غالطين الحصيلة مش مسألة شخصية الحصيلة والممارسات اليوم التمكن من جهاز الدولة استعمال جهاز الدولة لأغراض شخصية الكل ذي تنرجع عليه حصيلة حكومة الجهاز الحاجة الثانية اللي ما حسبنا لهاش حسابها وذلك علشان نقوله غلطنا كي دخلنا للحكم هي الشراكة مع حركة النهضة لقينا فما نزعة هيمنية خاصة كي الحزب الأول اللي فاز بالانتخابات اللي هو حزب نداء تونس انقسم دوك حركة النهضة لقينا رواحنا في أغلبية في كل مشروع مجتمعي كل مشروع قانون في علاقة من المشروع المجتمعي اللي ندفع عليه تصير مقايضة وتصير مشاكل مشروع رياض لطفيل تحكي رياض لطفيل مشروع القانون العنف ضد المرأة دوك لقينا رواحنا في شراكة مع حركة النهضة وقتها في 2015 كانت وزير ومن بعد بشوية بشوية كي نداء تونس انقسم وكي جاء رئيس الحكومة الحالي حركة النهضة زادت تتموقعت في الحكم ومن الجهة الأخرى الإصلاحات الاقتصادية مش موجودة ما فماش رغبة في التنفيذ وما فماش شجاعة في التنفيذ دونك كي قيمنا في نروي احنا قلنا ما حقناش دخلنا في الحكم ما غير وثيقة حكم شاملة واضحة برنامج حكومي من متفق عليه من قبل دخول الحكم وهذه الغلطة هذه ما عادش تتعاود معناتها ما عادش ندخلوا في الحكم ما غير وثيقة حكم وبرنامج حكومي واضح شنو باش نعملوا في الاقتصاد وفي كل شيء. فكان خياركم بمغادرة الحكومة من بعد؟ كان الخيار اللي نذكر اللي هو تم أخذه بأواخر ديسمبر 2017 داخل مؤسسة الحزب بعد القطرة اللي أفضت الكأس كان قانون المالية متاع سنة عمنيو نتاع سنة 2018 اللي فيه ضغط جبائي إيما للوزراء اللي قاعدوا من بعد وهم ممثلين لفئة تونس كيفاش ماني؟ شو اللي صار وقت؟ لا فئة تونس مؤسسات فئة تونس مؤسسات ماهوش أشخاص مؤسسات تاخذ قرارات تاخذ عندها خط يعني خطي بالنسبة لكم الأشخاص هذوما ما التزموش بقرار المؤسسات مش بالنسبة لنا هذا واقع واقع فما قرارات مؤسساتية تم أخذها بصفة ديمقراطية وشفافة العبيد اللي ماهيش احنا مازلنا قاعدين نتعلموا في الديمقراطية ما وصلناش اليوم اللي العبيد كي ماهيش هي تلقى روحها في اغلى في تلقى روحها في اقلية مش في اغلبية ومش متوافقة مع القرار تمتثل قرارات الحزب وهذا نتأسفوا له وهذه النقطة ذي في تقييمنا مسيرتنا وقراراتنا وخياراتنا السياسية حطيناها كهدف في اختيار مرشحين المرة الجاية الافق تونس كيفاش كيفاش تضمن ما نعرفش نضمن اما ايش تقولي باش نختار مرشح على اساس واني معناها نضمن وقت اللي هيك الحزب تقول اخرج تخرج ما نعرفش ادخل نضمن. ادخل ما باش نحاولوا احنا بدينا المره هذه باش المسار بتاع اختيار المرشحين باش نبداوه على بكري هذا قرارنا باش نبداو يعني غلطتوا في اختيار حتى بعض المرشحين نتاعك غلطنا في اختيار برشا بعض المرشحين مش معناتها هما بهين ولا مش نحكيوا على مساله الانضباط الحزبي مانيش نحكيوا على بيه وخايف خاطر القرار راهو ما كانش قرار نتاع علاش نقولوا نعاود لقرار مؤسساتي المجلس الوطني نتاع الحزب قبل ما تكون تاخذ القرار فما معناتها انتفاضه في نتاع القواعد نتاع الحزب يقول لك انا ما عادش نجم نقعد انا نخرج نقابل العبيد وانا عملت حمله في 2014 وهاو التوجه نتاعنا رانا احنا توجهنا الاقتصادي هذا هاي رؤيتنا كافيق تونس واليوم نلقى روحي في الحكم تحكي على الحكم تحكي على النواب ايضا زي نحكي على منظومه الحكم كيف كيف حتى النواب قاعدين نشوفوا انهم يتخذوا قرارات ربما ضد السير نتاع الحزب نتاعهم نحكي على منظومه الحكم اللي فيها عبيد مساندة للحكم مهما كان موقعها مساندة للحكم على خاطر ترى اللي هذاك فيه ساعات فما تموقعات شخصية وفما خيارات فما قناعات زي شخصية المشكلة هي القناعات الشخصية ساعات تتحط فوق القرارات المؤسسية طيب. الحزب قراركم خروج من الحكومة وإلا ربما بقاكم في المعارضة تحت قبة البرلمان جيتوا براتيكمو قربتوا السنة الانتخابية والاستحقاق الانتخابي ربما ما حبيتوش تعملوا كأنكم تحبوا تظهروا داخلين في الربح خارجين من الخسارة حتى وقت اللي تجي المحطة التقييمية متاع 2019 وكفاق تونس ليرة وخرج من الحكم يتحملش مسؤولية ربما الأرقام اللي باش نوصلوا بها خاصة الاقتصادية والاجتماعية 2019 لو كفاق تونس كان من الأطراف اللي حكمت على امتداد
البلاد يعني شاركت في الحكم من 15 حتى البراتيكمون. هو اللي باش يشوف مثلا فوزي عبد الرحمن باش يشوف بقيه الوزراء باش يقعد راهو في الذهنيه نتاعو افاق تونس باش يقول راهو الحزب قال له مخرج وما مخرجوش. نعاودوا نذكروا بالمسار اللي السياسي اللي صار في تونس من 2015 كي شارك افاق تونس في حكومه السيد الحبيب السيد. نذكروا اللي مثلا فما ارقام تاع التضخم هبطت من 7 حتى وصلت 3.7 وقت حكومه حبيب السيد. صار ظرف وقتها زاد القاو التركه متاع 2011-2016 خاصة على المستوى الأمني صاروا عمليات إرهابية كبيرة في 2015 محمد الخامس وفوسا ثلاثة عمليات إرهابية كبيرة. الوضع الأمني كان خايب دونك الحكومة هذيك القات كان عندها تحدي كبير وتم نجحت فيه هو التحدي الأمني. من بعد تعدينا لمرحلة الإصلاح الاقتصادي وهوني صار المشكل. حزب افاق تونس عنده رؤية للإصلاح الاقتصادي واضحة. اليوم حزب هو حزب المقدرة الشرائية كي الخيارات الاقتصادية لخاطر التقييم موجود في الوثيقة التوجيهية والحلول موجودة. مانيش قاعدين نقولوا راهو فما باش نخلقوا حلول ماهيش موجوده. الوضع والتقييم العباد كل متفاهم عليه اما التنفيذ ماهوش موجود. يعني يقول لي التقييم ناقص حاجه بصراحه خاطر احنا تو عندنا نزعه في تونس وانه يسميها فيكتيمولوجيا. الناس كل تشوف ضحيه، النهضه ضحيه، الجبهه الشعبيه ضحيه، النداء ضحيه، افاق ضحيه. انتم عطيتوا انتم اولا حزب جديد جيتوا بكوادر جديده، جيتوا من ناس مش موجودين من الساحات الايديولوجيه، حركه الترابيه وحركه العماليه، وجاو ياسر الناس من الهجره وجاو ياسر الناس من كذلك لاتيوج وناس عندهم كفاءه وغيره، وعملتوا بصراحه كنتوا ظاهره وعملتوا برنامج انا نتذكر عام 2011 و2014 يختلف احسن برنامج كان برنامج. انا على ما يبدو كذلك علاش ما تتسالوش انتم هل انه كذلك بعد المؤتمر نتاعكم الاخير عطيتوا صوره جميله جدا، فوزي عبد الرحمن يترشح للرئاسه يجيب 30% ومن بعد لكن بعد فقدتوا ناس نعمان فهدي فوزي عبد الرحمن ناس عندهم سيت عندهم وطأة. هل ثم إجمة داخلكم انتم بتاع محكومية قال أنه سياسين إبراهيم نفبا أم بترو أنا الواحد الأوحد، هل أنه على مستوى التسهيل الداخلي ما ثمش أشياء أدت إلى أنه فوزي عبد الرحمن تردوه وعملوا فيه وغيره وحكاوا عليه على اساس انه فاسد بين ظفرين ورجل مشهور له بالكفاءه ولد المنظومه الامنيه، لكن كذلك حزبكم ما يعرفش يتعامل معه مش كان تمسك بالكراسي، ما تعملوش نقد ذاتي على هذا المستوى وتبعدوا عن نظريه المؤامره والفيكتيمولوجيا هابطين عليكم النداء والنهضه موجود هذايا، لكن كذلك ثم هنات فيكم انتم. نعاود علاش عاود حطيت لي تار وعاود ذكرت بالمسيره على خاطر ماهيش مساله اشخاص راهي مش مساله اشخاص هي مساله مؤسسات. حزب افاق تونس اليوم حزب عنده 8 سنين موجود. ياسين ابراهيم تم انتخابه في المؤتمر نتاع 2017 من طرف القواعد. القرارات المخاض نتاع القرار نتاع المشاركه ولا الخروج من الحكومه دم اشهر. انا واحده من الناس كنت عضو مكتب سياسي وكنت ضد قرار المشاركه في الحكم وفي 2016 وتم اخذ القرار وقتها مؤسستيا باغلبيه طفيفه اما اخذ القرار بصفه مؤسستيه باش ندخل باش نشاركوا في الحكم. قبلت ما جيتش قلت انا القرار هذا ومقتنع عليه احنا ميزانيه اي سما ديسيبلين دو بارتي بيان سور.